معكم لال سمراء، معكم هيلين، معكم هيبي، معكم ميديان. ورجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو فيديو مشتريات المدرسة للبنات. انتو كلياتكم طلبتوا مني بالتعليقات. انا بالعادة ما بصور، بس هذا اول فلوق لمشتريات المدرسة من اول ما بلش ولادي بالمدرسة لهلا. كالعادة تركت ولادي التوأم عند اختي، وهلا جبت البنات مشان نشتري مشتريات المدرسة على ذوقهم. جيت على هذا المكان لاني بتوقع ما رح اضطر اروح على مكان تاني، كل شيء بدي اياه هون موجود. هيبي لسه ما بلشنا، شالت الشنطة هاي انا ما عجبتني، ما بعرف حسيتها هيك يعني موديل قديم صراحة. ماما نزلي الشنطة اللي فوق هديك الزهرية؟ ايه ماشي، هلا بصح لهم لينزلوا لك اياها. واو والله حلوة كتير، عن جد ذوقها لهيلين فخم للأمانة. يعني هلا هيبي قررت تاخذ هاي الشنطة، والله وانا حبيتها كمان، هاي حلوة كتير. ايه والله وانا كمان عجبتني. هلا هيبي بدها تختار قرنينة مي، ما بعرف شو رح تختار، راحت على القرنة الثانية اخذت هاي. اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهاي القرنينة تبع المي، والله عجبتني انا، رح اخذ لها ورح نشوف هيلين شو رح تختار كمان. وهيلين اخذت نفسها بس لون ازرق. طبعا كل شغلة عم نشتريها ليليان كمان بدها نفس الشيء. شنطة المدرسة ما بتحلو الا اذا فيها مقلمة، فهون عم ننقي المقلمات للبنات. هيلين بدها تاخذ هي، ما بعرف ما عجبتني، ردت غيرت رأيها بدها تاخذ نفس تبعية هيبي بس على لون ثاني، واخذت وحدة مشان خص نص للتلوين. هلا اجى دور الاقلام، بدهم ياخذوا اقلام على ذوقهم، انا رح اتركهم على ذوقهم. يمكن انتم شايفين انه انا عم بنقي على ذوقي، بس لا انا يعني عم بعطيهم وجهة نظر نظري، وهن يعني على كيفهم بعدين، اذا بدهم ياخذوا بوجهة نظري ياخذوا، اذا ما بدهم يصطفلوا. هدول الاقلام بيسموهم فوسفور لوك قلم هون بتركيا، ما بعرف انتم شو بتقولوا لهم ولشو بتستخدموهم، اكتبوا لي. هيلين بدها من هدول الالوان. وهذا الغراء للاولاد مشان وقت يلزقوا كراتين شغلات ببعض مشان الدروس. اجى دور الدفاتر، كل وحده بتاخذ كذا دفتر حسب يعني حسب الدروس اللي هن رح ياخذوها. هيلين بدها تاخذ كثير دفاتر. هلا هيفي لسه ما عندها كثير دروس، يمكن غير الانجليزي والتركي والرياضيات، اما هيلين عندها كثير دروس. هيليان ماما شو بدك؟ انا بدي دي. انت كمان بدك؟ هلا هدول قسم ال شو يعني شو 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 قسم القصص، اخذوا كم قصة. وهون قسم اللاش بوكس، من فترة اشتريت من هون تتذكروا، اخذت هاي الزهرية لسه ماما يعني فتحتها حتى. هيبي بدها هاي كمان، اخذت لها اياها، مع انه بالبيت صار عندي كتير لاش بوكس للبنات، رغم هيك بتعرفوا انه لازم تجديد شوي لانه سنة جديدة ولازم يكون كل شيء جديد. خلوكم معنا عم تشوفوا الفيديو، لانه نحنا رح نفرجيكم بنهاية الفيديو كيف وقت جينا على البيت وكيف صرنا بدنا نفرجيكم الاغراض. يعني هلا هون عم نشتري لسه، يعني في شغلات ممكن عم نرجعها، ممكن في شغلات عم نعتمدها، بس شوفوا الفيديو للاخير رح تشوفوا شغلات كتير حلوة تعجبكم، وبتشوفوا الاغراض بدقة اكتر وقت يكونوا بالبيت. بعد ما خلصنا من القرطاسية ومشتريات المدرسة، اجا دور شو بيجامات وشغلات يلبسوها. كمان بدهم طقومة مشان المدرسة. هلا هن ما عندهم لباس مقيدين فيه بالمدرسة تبعهم، فيهم يلبسوا اي شيء بدهم اياه، وهذا شيء غلط، بس ما بعرف هاي المدرسة تبعهم هيك، يعني بشو ما بدهم بيقدروا يروحوا. ماما هاي حلوة بيجامة. اي والله هاي البيجامة حلوة، وهيدي كمان بدها هديك، وهيلين كمان هاي الصفرة عجبتها، وليليان كانت دبقانة بفستان شفتوه يمكن. هلا هذا بوط المدرسة على ذوق لهيلين، شو عجبك فيه؟ لونه اسود. وبعد ما خلصنا من مشتريات المدرسة اجينا عند اختي مشان ناخذ التوأم، فاجأتني انه عاملة اكل هي، فقالت لي ما بتطلعوا من البيت الا تتعشوا عنا وبعدين روحوا على البيت. فهون عاملة كبة، وكمان ما بعرف شو في بالطنجرة، شو في بقلب الطنجرة؟ ما بعرف، قالت لي انه فيها لحمة كثير، يعني انا من عشاق اللحمة بالاخص مع المرقة وهيك. هاي الكبة تبع اختي بتشهي. طبعا كنا مجهزين هدية لبنت اختي سيدرا، البنات حبوا يفاجئوها، هون عم يفرجوها الاغراض اللي اشتروا لها اياهم، كثير انبسطت سيدرا. جبنا لها طقم بيجامة، وكمان اقلام ومقلمة وقنينة مي وشنطة، وفي شغلات تانية كمان كثير حلوين.
هن بيعشقوها لسيدرا، يعني بيحبوا شيء اسمه سيدرا، حتى بيتخانقوا عليها لسيدرا إذا بتكون. والله العظيم يتخانقوا عليها، هاي بدها تمشي معاها هاي بدها تمشي معاها، وهي بتحب الاثنين. هلأ سيدرا لبست أواعية اللي جبنا لها إياها هون، والشنطة كمان، شو رأيكم باللوك؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وهلأ كمان هدول هن المونة الشتوية اللي عملتهم أختي من شاننا نحنا، كتير رح يلزموني بصوصات وكمان أكلات إن شاء الله رح أجرب لكم عن قريب. واجينا على البيت، وهلأ إجا دور شو؟ إجا دور نحنا نفرجيكم مشتريات المدرسة. أول شي رح نبلش بهيلي. هيلي تعالي عرفيهن على أغراضك. صدق علي صوتك شوي. صدق تمام كلام ليك. طيب شوفي بقلب المقلمة فرجينا. شو ده كلام لي من رنج بامبا؟ واو القلم اللي هي جايبته لونه زهري. كلام تراش كابلي. هاي مقلمة؟ المقلمة براية على شكل قلم. كله كلام سلقي. وهي ممسحة ممسحة محاية. أحلى شيء أنا ما أشرح. اشرحي لي شن كلام إشتانة حلوين. فرجيون السحاب الثاني شو حاطة فيه؟ دي ناتشورم تكلمات كلاملار سيملي فطفولي كلاملار كتانة سونري إتنا كويورو سوزلك إنجليزة سوزلي ديمنار سوزلي وتركة سوزلي. هدول مفاتيح الكلمات هلا ما بعرف عم تشرحيه، بكتب لكم الترجمة بعدين. صورة حكاية لاش هدول القصص اللي مشتريتهم كمان. واو والله عجبوني. ليوكي ليليان مجهزة حالها كمان. ليليان كمان اشترت غراض، قال يعني ما مصدقة. امتى هيلين تخلص؟ سوسيال بيلقلا دفتري. واو ميزيك دفتري حلوين ما شاء الله. كمان هيلي شوفي بالسحاب الثاني. ليليان واقفة على الدور مشان تفرجيكم مشترياتها هي الثانية. افوكادو وزفتر. واو كثير حلو. ودافن وماتماتيك. شو رأيكم بغراض هيلين أمانة؟ يعني عجبتكم الشنطة الغراض؟ بو تركي. هذا دفتر مشان اللغة التركية. وطلبتا و بويا كلامية. هدول التلوين تبعاتها لا هيلين. بس بويا لازم باي. حلوين هاي. ليه لازم بليه مصر؟ شكي همبرجرة بكب جنون تشكسن ديه. قال عليهم رسمة البرجر، فهي مشان يعني كل ما تشتهي البرجر تطلع عليهم. نوت دفتري. صورة. هلا اجا دور ليليان. انا ليلي. ليلي ليلي لي. يلا يا ليليان فرجينا غراضك. طب انت غني لهم غنيه وفرجيهم الغراض. لا 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 ألف باء بوباية قلم رصاص ومحاية، أنا بكتب على اللوح وانتو تردوا وراي حرف اللام ليليان. لا 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 ألف باء بوباية قلم رصاص ومحاية، أنا برسم على اللوح وانتو تردوا وراي. هلأ ليليان خلصت غراضها، في منهم كانوا بالبيت وفي منهم عن جد اشتريت لي اياهم انا. وهلأ اجا دور مين؟ هيفي. هاي شنطاية هيفي، شو رأيكم فيها؟ وهلأ هيفي رح تشرح لكم شو اشتريت. صدق هاي انينة المي، صدق اسمها بالتركي. وشو هدول؟ ماتماتيك. هاي للرياضيات. والتانية اللي هيفي تركي. وهي للغة التركية. بو ماتماتيك كمان. هاي للرياضيات. اخر اخذت التنتين لكل شو اسمه لكل كتاب. وبالسحاب الثاني ماذا يوجد في شنطايتي او في حقيبتي؟ وهدول الحكايات اللي اشتريتهم. شو اسم الحكايه؟ ما بتعرف تقول. هاي المقلمه تبع هيفي. وماذا يوجد في المقلمه يا هيفي؟ نوت دفتري. كلام تراش. كلام تراش.
وهدول الأقلام والشغلات اللي لازم تلاهيفي تقريبا بيشبهوا رادة لاهيلين، لأنه هن سبحان الله كل وحدة بتجيب لها شيء الثاني بده نفس الشيء. أكيد أنتوا كلياتكم هيك. وهلأ رح تفتح لنا السحاب الثاني لنشوف شو في بقلبه. بتوقع تلوين نادى بويا كلام ديني. حلوين بالهنا يا حبيبتي. لنهاية الفيديو، اللي مو مشترك بالقناة يشترك وحطوا لنا لايك وباي.